بسم الله والسلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لبنى كوتيديا. حبيت نهني أولادي وبناتي اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا، نقول لهم ألف مبروك، إن شاء الله نتمنى لهم مسار جامعي يكون مشرف، واللي ما تحصلوش على الشهادة نقول لهم مازال إن شاء الله فرص أخرى، إن شاء الله ما تفشلوش، لازم تسيروا للأمام. هذه المرة ما جبتوهاش، من المرة الجاية إن شاء الله تجيبوها بأحسن معدل. بالنسبة للمتحصلين على شهادة البكالوريا، أولادي وبناتي قلتم خذوا وقتكم، خيروا المجال اللي حبيتوا تقراوه باش من بعد تخدموا فيه. مادابية أنا تخيروا المجالات وين عندكم فرص العمل تكون أكثر، لأنه في الأخير الإنسان يدير وش يحب، يقدر يعني يدير وش يحب، يسو ساكري في يمد بلوزيور زاني دو سافي، مع الأخر إيفا سو تخوفي أون شوماج، دونك سا سيغا غيان. دونك الإنسان يترزن، يخمم مليح، يخير الدراسات اللي تكون ماشي طويلة، يعني ما تاخدش سنوات عديدة بزاف من حياة الإنسان، من باش هكذا كي يتخرج يعني يسيب فرص العمل تكون قدامه يعني كبيرة. ونصيحة لبناتي هو أنه يخيروا التخصصات اللي تكون يعني المدة تاع الدراسة تاعها ماشي طويلة بزاف، باسكو يعني اون فان كونت الانسان من السنه الاولى اللي يدخل يقرا فيها حتى يعني السنه تاع التخرج تاعو، الهدف الاول تاعو هو اكيد هو طلب العلم، وثاني الانسان باش يكون مثقف متفتح على العالم، لازم يعني يكون قاري كوا. لكن الهدف اللي يجي جوست ابري هو اكيد هو انه الانسان يخدم الشهاده تاعو، لانه الانسان ما يقراش يعني طونداني ويتعلم ويتعب ويسو ساكريفي باش اون فان كونت يقعد في الدار، ولا لا من هو من الافضل، وهو وال سكي يعني جو دير لوجيك سي كو الانسان الفتيات خاصه يا لازم يخدموا بالديبلوم تاعهم، وخاصة البناتي ننصحهم انه يخيروا يعني مجالات الدراسة تكون يعني ماشي طويلة بزاف، باش هكذا ما تاخذهمش سنوات عديدة من حياة الطالبات تاوعنا، هكذا يعني يتخرجوا من الجامعة لو بليتو بوسيبل ان شاء الله، ويصيبوا فرص العمل ويعملوا ان شاء الله، باش هكذا يقدروا يتزوجوا يفتحوا ديار ويديروا دراري ان شاء الله. اما بالنسبه لولادي يعني يقدروا يخيروا مجالات الدراسه تاعهم اللي تاخذ يعني مده اطول من الفتيات، لانه اون فان كونت طفله وطفل ماشي كيف كيف، لانه طفله الي ريغلي باغ اون هورلوج بيولوجيك، يعني باش هكذاك تعطي فرص لنفسها انها دير دار ودير دراري ويعني تتمتع بالحياه العائليه تاعها اكثر، لانه تكوين الاسره والاولاد تجي هي الدرجه الاولى، من بعد باش يجي يعني المسار المهني. وهذا الكلام اللي راني نقوله لكم هو خلاصه تجربتي في الحياه، ان شاء الله تاخذوه بعين الاعتبار، وانا نتمنى لكم ان شاء الله غير الخير، ان شاء الله ربي يكثر من الفرح. بالنسبه للمشتركات تاعنا والمشتركين نقولهم ألف مبروك لولادكم اللي ربحوا، ولي ما جابوش الشهادة نقولهم ما تزعفوش، إن شاء الله فرص أخرى إن شاء الله. نقولكم ليلة سعيدة ومع السلامة، إلى فيديو قادم إن شاء الله.